السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم معكم بريوات كيجيو زوينين بالدجاج بطريقه سهله ومكونات بساط، ما فيهمش بزاف ديال التعقيدات. انا عندي هنايا الدجاج، عندي هنا نص دجاجه صغيره، كديروا معاها جوج بصلات مشلضين، غنزيد عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وغادي نخليها حتى تطلق الماء ديالها. يعني انا بغيتها تطيب غير فهاد البصله، ما عندي ليهاش الماء. بالنسبه للعطريه اللي غادي نزيدها، غادي ندير ليها سكنجبير، وغندير لها الابزار، شويه ديال الخرقوم، وغندير لها العطريه ديال المروزيه، وغندير لها واحد العويد ديال القرفه. دابا غادي نخليها حتى تطلق الماء ديالها مع البصله، وعاد كنزيد ليها العطريه الاخرى. الناس كما كتشوفوا الدجاج هنايا طلق الماء ديالو مع البصله، غادي نزيد ليه شويه ديال المروزيه، العطريه ديال المروزيه صغيره، شي بزاف، واحد راس معلقه، راس معلقه صغيره. غندير ليها واحد العود ديال القرفه، غندير ليها شويه ديال الخرقوم، شي بزاف، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الابزار اللي كيعجبو الحريضه، شويه ديال الهريسه، اللي كيعجبو كما قلت لكم اللي كيعجبو الحار يدير له شويه الهريسه، واللي كتعجبو الشعريه الصينيه يديرها. انا ما غاديش نديرها، غنخلي الدجاج يطيب في البصله فقط، ومنين غادي يطيب ديك الساعه نتلاقاو. دابا غنتلاقى معكم باش نوريكم واحد البريوات واحد اخرين ساهلين، وكيجيو حتى هما زوينين. ديما ما طاب لينا الدجاج ان شاء الله. البنات انا عندي هنا ورقه ديال البسطيله، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده مذوبه. نطويها على جوج بحال هكا، ونقسمها بالمقص في النص، هكدا ناخدو هاد النصف، وغادي نلصقوه بحال هاد الشكل. شنو غادي ندير في هاد البريواس؟ غادي نستعمل فرماج مثلثات، غنستعمل مرتديلا. بالنسبه للمرتديلا مشريه اولا مصاوبه في الدار، كل واحد كيدير اللي بغا. انا ناخذ فرماجه، غادي نلويها في مرتدينا تكون محكوكه بحال هكا، نكورها بحال هذا الشكل. من بعد غنديرها هنا، نحاول نشكلو بريوات مع حنا كنصاوبو، حنا كنضغطو على الفرماج باش يعمر لينا الورقه كامله بحال هذا الشكل. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى الاخر. هذه كتدخلوها هنايا وكتلصقوها بشويه ديال الماء والطحين هنا لداخل بحال هذا الشكل. نعاود وحده اخرى معكم، ناخذ هاد الورقه، كندهنها بشويه الزبده باش تلصق بهذا الشكل. كناخذ فرماجه يا اما مثلثه يا اما مربعه اللي متوفره عندكم، هاد الكره بحال هكا، ندير معاها مرتديلا، مرتديلا تكون محكوكه بهذا الشكل. نبقاو غاديين بحال هكا، ومن بعد كما قلت لكم كتضغطوا عليها باش كتعمر ديك الفرماج، ملي كتضغطوا عليه كيعمر الورقه كامله
ما تجيش بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش. صافي كتبقاو غاديين بهذا الشكل. كتجيو لينا كتدخلو هذه هنا كتلصقوها بشويه الماء والطحين. مشون عندي هادو مصاوبين، حتى كتلصقوهم بالماء والطحين عاد كيشدو راسهم مزيان. من بعد كدهنوهم بالزبده وكطيبوهم في الفران او تقليوهم في الزيت، غير هما الا طيبتوهم في الفران كيجيو احسن، كيجيو ناشفين من الزيت. انا غادي نكمل عليهم بما مطاب لنا الدجاج ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال البريوات ديال الدجاج. اخوات كما كتشوفوا هذه هي الحشوه ديالنا من بعد ما طابت، صدقوني راها كتجي رائعه في ديك المذاق ديال العطريه ديال المروزيه، مع يعني ما درتش فيها حتى زعفران الملون، يعني فيها غير داك شويه ديال العطريه. الشعريه الصينيه كما قلت لكم اختياريه، اللي بغى يديرها يشدها ويديرها في المطايب وتطلق راسها، ومن بعد يقطعها ويصفيها ويضيفها. انا ما غنديرهاش، غندير الزيتون عندي هنا مقطع، وغندير الفرماج الاحمر محكوك ما حدها باقا سخونه، وغادي نحركها حتى يدخل فيها يتحرك هذا الفرماج مع هذه الحشوه. من بعد غنديرها فواحد الصفايه باش تستقطر مزيان من ديك الماء اللي فيها، باش ما باش الورقه ديال البصيله ما تتعجنش. بالنسبه هنايا كما قلت لكم كندير شويه د الماء مع الطحين باش كنلصق بهم البريوات كما كتشوفوا باش كيتلصقوا معنا. انا عندي هاد الورقه شكلت منها جوج ديال البريوات، بجوج ديال الحشوات، كل وحده صراحه الاد من الاخرى. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله. المهم دابا غادي نخليكم حتى تبرد هذه الحشوه تماما، ما تبقاش سخونه، وديك الساعه نتلاقاو باش نشكلوهم ان شاء الله. بالنسبه لما كطويوها كتلصق، كتشديها وديريها بحال هكا صافي، وكتبقاو تلويو بحال هاد الطريقة هادي. هاد البلاصة هادي حيت كتجي شي طالع شي نازل كنقادوها بحال هكا، كنديرو شوية ديال الطحين كما قلتلكم هنا مع الما، كنلصقوه. نعاود واحده اخرى معكم، نشطو الطريقه ساهله. كنديرو الزبده، شويه زبده، وفي الاخر ملي كتساليوهم كاملين كتاخذوا هاد الزبده اللي مذوبه كدهنوها مزيان من برا ومن الداخل، من برا ومن الداخل، من الفوق ومن التحت، وكتدخلوها الفران وكتحمروها. بالنسبه اللي بغى يقليها يقليها، غير انا كنفضلهم يكونوا طيبين في الفران باش كيجيو صحيين وما شاربينش الزيت بزاف، كيجيو في الفران احسن. كما قلت لكم بالنسبه اللي الورقه على حساب الورقه ديال المغرب كتكون هذيك فيها الزيت، ما تحتاجوش ديروا ليها هذا الطحين والماء، الطحين والماء هنا عا كيلصق لي العجينه. ديروا بحال هذا الشكل، صافي كتبقاو تلويوها على هاد الشكل. ناخدو هاد الطرف هدا نحيدوه. فانا غادي نكمل هاد الورقة اللي عندي كلها بنفس الطريقة ونديرها في الفران طيب. بالنسبة لهاد الشكل اللي فيه الدجاج، وبالنسبة لهاد الشكل اللي فيه الفرماج المرتديلا، ومن بعد منين يطيبوا نتلقاو باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله.